انا الصراحه انا في العش تما صافي كنت فقدت الامل الصراحه، ولكن شكرا لكم بزاف وقفتوا معنا وسندتونا حتى لهنا رادا. ما عمري ننسى هذا الخير ديالكم وعنبقى واقفه معكم اخر نهار في حياتي، واخا يوقع اللي وقع واخا يطرى اللي يطرى، واخا كنشوفوا بزاف د الحوايج كيجرحونا كيقولوا راضي عاد تقلب عليكم عاد عملي عليكم، لا عمر داكشي معايا يكون ان شاء الله حتى تفرقنا الموت ان شاء الله يا ربي، حيت شنو عمرنا وانا الايمان ديالي بالله سبحانه وتعالى كبير. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، تبارك الله على الاصدقاء والاحباب، تبارك الله على محبي قناه جبالك تامة تي في، تحياتي لكم. كما شفتوا راضية الاعترافات ديالها اللي كتقول قالت يوقع اللي وقع ما عمر غادي تفرق عليهم، وخا يكون اللي كان هي الايمان ديالها بالله قوي سبحانه وتعالى، وصراحة كانوا بحال الخوت وما عرفتي هذا الشيء هذا اللي وقع لهم. دابا غنخليكم مع الفيديو وغتسمعوا كل شيء وغتسمعوا شنو كتقول راضية وشنو كتقول وصال، وبالفرحة حيت هذا الشيء هذا اللي كتهضر على الصالون اللي عدلوا لها وصال وعالي، الصالون اللي فرشوا لها بالفرحة، هذيك بالفرحة ديالها ما شعرتش براسها حتى درعت عالي لعندها ما بغاش تلقلو بالفرحة ديالها، حيتاش كانوا بحال الخوت ما عرفتش شنو يوقع لهم، ما عرفتش هاد الشياطين اللي دخلوا بيناتهم اللي رونوهم كاملين كما شفتو نتوما سمعتو شنو كتقول راضية. خليكم مع الفيديو وتنطولوا كامل وديك الساعة نرجعوا لكم ان شاء الله يا ربي، تحياتي لكم، بقوا مع الفيديو. كنروح لديالي ودابا وقفتي معايا ربي وقف معاك الدنيا اخيرا. ايوا دابا انت واش بك عاود حنا نبقاو نبكيو كاملين. انا هزيت ديالي اجي بقى لك جماعتي كلشي غتصور معلم باش ما يشوفوا والو ما يعرفوا رغم انا مغمضه. صافي انا وصلت شي ثقيل عليك زعما انت على دارك على الزو انت انت على الزو ديالك محمد لا مغوش لا لا كامل حتى ان صافتي فاطمه كاملكم شدوا عينكم يلا واحد جوج ثلاثه زيد انا اعطني علي دراديه زيدوا زيدوا بلاتي ها تشوف يلا شدوا عينك شدوا عينك شدوا عينك نعد غش حتى واحد ليس منا بلاتي وقف قد قفل وقفوا يلا انت هيدا يلا انا غنجي لهنا وغنخليكم تفتحوا عينكم في الصالون واحد جوج ثلاثه بالصحة الله يدخل عليكم الله اجي علينا بصراحه والله كنت موقعه هذا الشيء هذا الله الله صحه انصاف راني متلي هنا واش نصوروا صحتكم المشاهدين انتم وحنا هذه الفرحه احنا بالصحه علينا هي بالفرحه جوعان صراحه انا النهار اللي مشينا باش نعدل هذا الفراش هذا ما كنتش الصراحه موقعه في البيل ديالي عجيب ما كنتش متوقعه كيجاكم اللوح كيجاكم الطاوله كيجاكم اللوح كيجاكم اللوح القادم تي تدعي وشكون بالعكس بصحتك اختي ودستها مع راسها لان فعلا المراه شنو كذا اي حاجه الحلم ديالنا وما الدار انا الصراحه كنت كنقول لمحمد في اخر فاش فقدت الامل الصراحه قلت له قلت له صافي هاد الدار ما بغياش يتصاوب ليس صاوب صافي والله حطوا خلينا هنا في الدار نقدر مع الفيران هما كرهوني هذيك الفيران الصراحه في العش تما صافي كنت فقدت الامل الصراحه ولكن شكرا لكم بزاف وقفتوا معنا وسندتونا حتى لهنا رادا. ما عمري ننسى هذا الخير ديالكم وعنبقى واقفه معكم اخر نهار في حياتي واخا يوقع اللي وقع واخا يطرى اللي يطرى واخا
كنشوفوا بزاف د الحوايج كيجرحونا كيقولوا راه دي عاد تقلب عليكم عاد عملي عليكم. لا عمر داكشي معايا يكون ان شاء الله حتى تفرقنا نموت ان شاء الله يا ربي. حيتاش نعمرنا وانا الايمان ديالي بالله سبحانه وتعالى كبير. اصبر انت صبرتي رب الحب نقول لك كن فيكون. والله يلاه انت شكون بحالها الصالون الناضي نعم سيدي مفراش البد العيله هو عاود ناضي تبارك الله الدار عاود عندكم تبارك الله كتبان بحال شي قصير عاود مجهزه ناضيه اي واحد يتمناها بصحتكم وراحتكم هذا كله بالفضل ديالكم من بعد سبحان الله من بعد الله سبحانه وتعالى وشكرا بزاف كنشكركم من القلب حتى انتم يا ربي الحبيب يرزقكم شي عزر يا ربي يا الحبيب يا ربي تخاوي لي هاد البنيتات ديالي وتفرحهم يا ربي يا ربي كل واحد امين. شوفوا ماذا ننسى لهنا يفرحكم لهنا يفرحكم الله يورينا البرهان فيكم حسبي الله ونعم الوكيل فيكم. بنعطي واحد الكلمة هذه ديالي أنا بنعطي واحد الكلمة لجميع المشاهدين ديالنا وحتى العائلة وحتى لأي واحد. والله إليك النهار آخر الإنسان أخبارك وريت البحر الإنسان اللي بغى يعيش مرتاح في الحياة ديالو اللي بغى يعيش مرتاح في الحياة ديالو ما خصوش يشوف في الناس اللي أكثر منه اللي دائما يشوف لتحت ديما تشوف في الناس اللي أقل منك باش تعيش مرتاح. هادشي هذه هي الفكرة ديالي أنا يعطيك الصحة على الهضرة لأن اخوان كما شفتوا الفيديو شفتوا الصالون اللي فرش علي ووصال الراضية والمحمد وشفتوا الاسبوع اللي عملوا له اسبوع اسطوري بمعلمين والعدالة وديك شي حاجة روعة صراحة وشفتوا الفرحة اللي كانت في راضية هي كانت فرحانة اكثر لا على الصالون ملي عدلوا للصالون ولا في السبوع ملي عملوا للسبوع كانت واحد الفرحه في راضيه ما تصورش وكانوا بحال الخوت صراحه بحال الخوت كما شفتوا كما قلت لكم قبيلتي شبرت بالفرحه ديالها شبرت ودرعت عائله عندها حيتاش كانوا بحال الخوت ما كاينش اللي يفرقهم وكما شفتوا الاعترافات ديال راضيه اللي قالت لك انا ما نتفرقش عليهم واخا يكون اللي كان واخا يوقع اللي وقع انا عندي اليقين في الله سبحانه وتعالى وانتم ما شفتوش اللي قالت بان كانوا بحال الخوت ولكن ملي جات هاد الشهاده اللي فرقهم صراحه واحد شويه جام عند الاخ ديال راضيه ما عرفتش واش ما باغيش اختو تكون مزيانه كانت صراحه مع وصال وعلي ومحمد وراضيه صراحه كانوا ماشيين في واحد المحتوى مزيون كيشرف المغاربه صراحه ما كانوش كيعملوا شي حاجه خايبه وكانوا كيمثلوا صراحه المراه المغربيه وبالخصوص المراه المغربيه اللي في الباديه صراحه كان عندهم فيديوهات مزيونين وكما قال علي قال بان احنا عملنا لهم هادشي هذا الصالون هذا ولكن حتى هما كيعاونونا حتى هما كيعطيونا افكار حتى هما كيعملوا بزاف د الحاجات بان علي ويصال ماشي كينكروا ما كانوش كينكروا بان محمد وراضيه ما كيعملوا والو قال لك راه حتى هما راه كيعاونونا بزاف د الحاجات وكيعطيونا حتى افكار باش يعملوا فيديو دابا ما عرفتش انا العيب منين جا هي راضية صراحة هادشي اللي قالت والاعترافات ديالها اللي قالت قبل ما يوقع هاد المشاكل بيناتهم قالت بان ما تقدرش تفارق عليهم واخا يكون اللي كان واخا يوقع اللي وقع ولكن دابا كيفاش عملت تفارقت عليهم وكيفاش وصلوا لهاد المشاكل هادي كبيرة وبزاف
حتى محمد احتاجوا الدارك وداوه داوه اللي عندهم صراحة. لا شافوك الناس، لا شافوا شي أسرة مزيانة ومشى مشى في القدام، كيجيو شي شياطين وكيفرتكو ديك الأسرة هذيك وكيعملوا لها مشاكل بيناتهم. واللي نقول الله يخلص كل واحد، واللي في نيته الله يخلصه على قد نيته، واللي كيعمل مشاكل الله يطيره ولا الله يهديه. هادشي اللي نقوله الاخوان كما شفتوا هذا الفيديو هذا، وانتم التعليق لكم والراي لكم وشي حاجه اللي جات لكم في البال اكتبوها في التعليق وقولوا كيفاش وعلاش تبدلت راضيه وشني السبب، لا عارفين شي سبب اكتبوه في التعليق. يلا ننتظركم ان شاء الله، وما تنساوش الاشتراك في القناه وشويه ديال البارطاج شويه ديال الجيمات. تحياتي لكم وشكرا بزاف على المتابعه ديالكم وشكرا على الدعم ديالكم، وكنوعدكم فيديو آخر إن شاء الله. تحياتي لكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.